السلام عليكم. بعد تهجيرنا القسري من مدينة القصير بسبب هذا النظام المجرم، هاجرنا إلى عدة مدن ومناطق حيث لا مأوى ولا مسكن ولا مأكل ولا أي شيء للاجئين مجهز. فقمنا بمساعدة الخيرين بالبدء بهذا المشروع الكبير الذي يقوم على 15 دنم، سيتضمن حوالي بين 250 إلى 300 غرفة، كل غرفة ستكون بعائلة تقيها حر الصيف وبرد الشتاء القارس الذي سيكون في هذه المنطقة. هذا أحد النماذج، سيتألف من غرفة باب ونافذة. وفي الداخل حمام مستقل مع مطبخ صغير لكي تتمتع بنوع من الاستقلالية في هذه الظروف القاسية جدا على المهجرين وعلى اللاجئين. هذا المشروع سيكلف الكثير، نحن بحاجة إلى مساعدات كثيرة. بدأنا بتنفيذ المخططات، يمكننا أن ننجز حوالي 100 غرفة، لكن سيبقى لدينا حوالي 150 إلى 200 غرفة بحاجة إلى المساعدة لإكمال هذا المشروع وإيواء أكثر من 350 عائلة، يعني أكثر من 3000 نازح بإذن الله تعالى. شكرا لكل من ساهم في هذا المشروع.